إن فتح جبهة جديدة سيكون بالتأكيد تطوراً مهماً، فقد تمكنت الفرقة المدرعة العراقية التاسعة من التحرك بسرعة إلى وسط المدينة، وهي تتحرك باتجاه نهر دجلة وتتقدم ضد عدو غير قادر على التصدي لها. ونعتقد أن فتح هذا الطريق الجديد هو بداية النهاية لداعش في الموصل. من المؤكد أن داعش يفقد الأراضي التي تقع تحت سيطرته في الموصل، وأن تحريرها مسألة وقت. of ISIS in Mosul.